السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم من جديد في حلقة جديدة من عجن هاجة. مشاهدين اليوم الضيف وهو عريف برنامج الاصطلاب. اليوم كلامنا عن بلد من أحب البلدان على قلبي وأكيد على قلبكم يا جمهور، وهو الأردن. طبعا تعرفونا عبد الرحيم عبد المجيد الشويخ من قرية باربار ساكن في المرض. طبعا انولد في المرض بس اصوله ترجع الى الشويخ اللي في باربار. رحيم صديقنا من الطفوله ايامنا في المدارس وغيرها، مواليد 1999. الرحب بعبد الرحيم المرخي البرباري الشويخ. تفضل رحيم. طبعا نرحب بك في قناه مطاعمكم. طبعا ارحب فيك وارحب في الجمهور اللي حاضر من عندكم ومن عند الاصطلاب، خصوصا الجمهور الاردني. واوصل رساله ان انا تحيتي لاكبر جمهور الاردن اللي حضروا وابهروني في التعليقات في حلقه الاردن، ابهرونا بالمتابعه وبالمشاهده. وانا عندي لكم تحدي، وانتم تبون تتحدون اطبخ منسف الله حركه وحركاتنا، بس عندي لكم تحدي ان توصلون 1000 لايك تعليق حبيبي. ننتظر السبسكرايب يا شباب. وصلوا السبسكرايب. كم تبى سبسكرايب؟ ها انا اشتراك في القناة. قولها بالانجليزي سيد، قولها بالانجليزي. كم تبى سبسكرايب؟ ها انا ما اطمح بواجه، يعني انا ما اكون واجه. لا تضحك مصور. ما اطمح بالواجه بس ال2000. ننتظر ال2000. بركات رحيم. مجهز ال30 ثانية؟ مجهز كل شيء. أنا طبعاً في كل شيء أستشير عندي الوالدة. وش تتوقع الطبخ؟ انتم قلتون بسبوسة، بس أنا ما أتوقع بسبوسة. لا يعني راح يبني مداش من الباب سيدة سأل وش الطبخة، سيدة قل لك بسبوسة. توقع أنها هي يعني مستحبنا هي حلو. حلوة؟ حلو. حلو مرة واحدة؟ حلو. انزل طبختنا مو حلو، تشبهها في يسوونها في الشتاء. ها وبعد أعطيك إليها صفة ثانية، تنطبخ للحمة. رشوفه. بالضبط. الرشوفة طبختنا. انا لا اعرفه. ايه قول. يحطون الماي وكأنه طحين جميع الاستعمالات، وهي الحبة سيرت حبوة شو اسمه خليل ابراهيم، او انا نسيت اسمه خواجة ابراهيم. خواجة ابراهيم. والبيض بعد تحطه. البيض. هذا ام حسين نتاج راسي. امي عندي 30 ثانية رشوفه. حلبة دقيقة شوي حلبة ورشاد وطحين وسكر وبيض وجلاب ام حسين تحفظونه. انا ما جلاب. على نفسك كمل. وإذا تبون تدلعونها كذي تسوي حركات سمسم كذي فلسطين. سمسم. زين السكر كم من هذا؟ خلاص وقت خلص وقت بسرعة. يلا. وش السكر؟ قول كم من واحدة السكر؟ يلا خلاص. يلا. وباقي شي واحد. الجلاب. ما أدري وش الجلاب البهارات. هي البهارات مشكلة الجلاب. بس البهارات. ولو جاب لنا الجلاب هذا وهي تسميه جلاب الورد. طحين 100% انا اقول. وش اللي لا؟ طحين انا متاكد تقصد السحلة، لان اذا قال سحلة انت ما عرفت ايش يسوون طحين جلاب. الجلاب ما عرفته طبعا هو البهارات. لحظة شباب مشاهدينا الاعزاء، خلنا نكون واقعيين. الجلاب يعني وش؟ يعني البهارات مشكلة. جلبابها يعني لباس. لا. يمكن امك كل امهات تعرف الجلاب ببهارات مشكلة. بنشوف التعليقات، احنا بنشوف التعليقات. وش اللي تشوف؟ كلهم وياي. زين. اللي مال الاردن شغله ثانيه. هاي يقدر زين. جيب اشياء. بما ان خبرة سنين انا. خبرة سنين وانا. انت اكلتها ما طبخت من قبل. اي انا اكلتها اي بس الاحظ ساعات انا اتابع الوالدة وهي تطبخ تروح نحرب شوي شوي. سهلة ترى تخلطها. اوكي بس خلاص. وتسوي عند الموضوع. احرق حركات. شغلت الجولة؟ اعتقد تحطونها على حرارة 50. طول عليها حدها رحمة الله والدك. الطبخة. زين وين بتحط الدجن قبل لا تكسر البيضة؟ انا ما يصير اعلمك كذي رحيم. دقيقة. يعني انا متعاون وياك عشان الشعب الاردني. دقيقة. انا للحين ما فهمت. يقول لك عط الخباز خبزة. انا اقول لك معلومة. عط الخباز خبزة ولو اكل نصها. زين اوكي. بس عط له خبزين. بس انا برتاح. شوف شو هلا القدس. طبعا هو المفروض يستوي هني بس انا هني. على كيف كونك ما تسوي. ونزل من فوق، انا عادة ننزل من فوق يعني. اذا نزلت من فوق الطعم تغير. ها
طبعا قفشه قفشه سيد حسن سريع لان المقلة احتمال ولا لا لا اوكي في انت دا يصير يعني هذا كنت شوله اول مره اتوقع عليه دا يصير الاثنين طبعا الحين الطحين زين هذا وش الطحين؟ جميع استعماراتنا بالبيت هذا الطحين اسمه طحين مطبوخ طحين مطبوخ يعني هو جاهز لا هذا نوع من الطحين هذا نوع من الطحين لا حظ يا تحطها كله من البلوش ومرك تروح يعني رحيم تقول له خدت مدلل ايه مدلل لعبتي ابو هاشم مشهور فيها انت سيد ناظر سمعت انت قاعد تقترح تستوي بس يعني ما هم عاطيني فرصة لا الاعداد ولا الابداع انا ترى حريقة مو بس في اعداد وفي كلام وبس كذي انا نمبر 1 حتى في الطابور دعاء مبيضة دا معنا حمد زيرون حط المدلة هي صح دعوني بسوي الحركة بس سمعت شكلك ما يطوب شيء مو هذي قفشة البيض ما عليك تغسل اسمع قلبنا القدر من هذا قلبناهم ما ثبت إنه قلبناهم زي حريق أنا عندي الكلام تفضل قول بصراحة مقدم رائع وأزد من رائع زينك وهنيئا في اللي جابك هنيئا في اللي جابك صراحة خسران لو أشوف الله يعرسك وطاح صراحة شكل بعطيك 10 سيد حبيبي إيه بعد أقوم بالمد هلا ترى ما قلت لنا احسن طبخة عند امك هي كل شيء متصدرة فيه بس المحموص اذا اجيك الاسود اكله ولا محموص ولحم دجاج سمك سمك مثلهم هو الهامور وديوت ابو ريان متابعينا بقوة صراحة اقول بريان شوف لا تسوي لنا مشاكل صدمتني يا جاب بريان قسم بالله جمع والله ترى من امس فيني فقر عليك قسم بالله افضل شخصيه عندك جميله لا ابو ريان انا مزود ما اعرف فاضي يا عبد ونجي وان شاء الله من ينفتح الجسر ابو ريان عندكم طحين وش يصير قاعد ترى احنا نشوف الطحين اذا تلاحظ احسن شيء تهدى بروحه اسمع رحيم حط اغراض كلهم اللي بتحطهم وسكر القدر ويستوي لا انا عندي تقل للقاعد اوكي ولو تجيبني زبده هي الزبده الحلوه هي موجود ايوه انا انسان احب التحدي طبعا اول لا انا في نظري مو ما يعتبر تحدي مو لي التحدي انت ولد ام حسين الطباخ ام حسين كيف تحدي انا مو تحدي انا كنت قاعد انا بس اكتشف هذه المهاره اول ما دعيت للصلاة انا انسان احب التحدي فقلت خلني اجرب روحي رغم ان انا رايح فوق فقلت انا من التحدي ان انا بادش زين وثقة في الله وهم ثقة في الله وما عليه ثقة في الله للصلاة بنجاح بنجاح اقولها لك انا هنا عقبال ما عجلها عجالة طوف للصلاة باذن الله باذن الله انا واش عندك تحدي انا بتتحداني انا احب التحدي انا من عشاق التحدي انا تدري ليش ما انا خايف من اي احد اتحدى لانه ولا ظهري معتمد على الجمهور انا ولا ظهري الاردني فاحنا لازم نطالب الاسطرلاب سفره للاردن اسئله عن البحر اذا بدعم الجمهور قدر كم سبسكرايب تقول 2000 خطفنا ودونا بعد 2000 مطبوع الدار يعني كم اربعه يعني اربعه ما ادري انا وش بتسوي في الطحن يعني وصلنا لمدة تقريبا كم اوريدي هو مستوي لحظه كم مدة كم يعني تقريبا اذا انا ادري اذا هو صافي مدة تقريبا 15 دقيقه كذا طفل هذا خنين مو خنين بهارات بهارات حلاته في ريحتها يقول لك يلا دا تطلع اوف احترم يعني ما احترم خالي اي احد مطفي شايفه بعد ما يوقف خايف دقائق بس انا اريد اشيل شوي خفايف واقول وش باقي؟ كل شيء ما اكلته قبل لا ما اكلته قبل يعني اللي طبخه مو هشوف لا يعني ما اكلته قبل يعني مو هشوفه يعني نفس الضيف الاول في حلقه عجنها عجان سيد علوي هو مو بيمان شو ثاني؟ اي استاذ اصيله طبعا رحيم انت عندك خبره سابقه في بس قبل لا تسالني زياده ماي شو لا ماي صوصكم Okay.
تحصيلي سريع الماي لان غمقت واجد. لا لا اخي عندي الماي بعد لانك انا ما لي شيء غير. يقولون شكل طالعين احنا بنشوف اليوم. انت متأكد من كمية الماء؟ عند الموضوع ايه ها هذا مو في اسمها حبيبي اصل ليه طارت التيت لا حبيبي. طبعا هذا سألتني انت حليو سؤالك ترى سألتني ليش حطيته. انا ما سألته لحظة لا 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 نقص على المشاهدين لان نظرات قاعد تطالع. لا ما سألت تدري انهم يحطونه ترى بس ما سألت هذا. زين جاوبني على السؤال اللي سألته يعني. يلا جاوب هالوقت ليش راح يعني هالوقت حطيته لان لازم ينتفخ ما بحط هالوقت لان لازم ينتفخ. ايوه اللي ينتفخ هو نفسه هذا ينتفخ نفس الفقاعات في الماء. اوه صدق اول مره. انت في زمناتك اشتغلت في مطعم حلو الضيعه ضايعه هذا في قريه المرخ عدل تحت اشراف منهم الزعيم سيد امين. لا ابو علي اللبنينه ابو علي اللبنينه وتحياتنا لاحل لا لاحل لاحل هذا على زمناته انا ما قلت لاحل زين وتحياتنا لاهل لبنان كلهم صارت تعليقاتهم اشوف خفيفه واللايكات بعد. انزين سنة كم اشتغلت؟ كنت في الاعدادي يعني كنت صغير انت صغير وكنت متين بعد كنت ذيك الايام. ها هذا يعني نقطة مهمة واحد من الشخصيات الغريبة كان متين وقصير ووجهه جيد حلو؟ سافر سفرة مدة كم شهر رجع من السفرة طول وضعف وانا سافر طوكيو زين وسويسرا رحلتين رجع الله وكيل شخص ثاني ضعيف الوجه مكش. هذه النعومه اللي كانت في الخدود اللطيفه اللي احنا نمشي بطراقات قام نقول له كلمه بعد علينا ماشي كله بسبب مطعم سويسرا كانوا مجمعون هناك لانه ما في دم حلال وغيره ومشى على اكلهم دال زجي يعني زجي هناك يضرب على البرتقال يبيعون عصير بيور برتقال. احنا نسوي عصير البيور لعبتها قاعد عصر بيف ويدل وراه السكن شوف تعال قرب انت من تشوفها هالنقطه قاعده تصير اعرف ان امورك كلها طيبه. لا ترى تضربها لا امورك كلها طيبه ما تضرب لا تخاف لا هي الريحه ترى اللي يطلعها هذا اوكي ما يعني ما بنحط الريحه كان لاحظ حط الجواب لان المنتج عمري لانه لو فرن يعني اموري طيبه. هلا ما اسوي الرسوبه في الفرن فرن اقصد فوق الفرن بيتش ولا اوكي ما تطور شو اسمع هلا حبيبي انا عندي ملاحظه على رحيم خويه مبدع في شغله في الابتكار ما يفكر في اللي يبتكر. اعطيكم مثال كنا قاعدين كذي بسطه جماعيه حط يقولوا عليك الحب طافت طيارات مسافرين رفع راسه نزل راسه قال الطياره ما فيها بترول كيف عرفت رحيم؟ يقول لي احمر ويقول لي كيف فكرت فيها راضع روحك لو تسوي هالحاجه طبعا انا كان سالفتي مو يعني جمهور كان سالفتي يا صبياني شكرا انت شوف شوف الحركة دي لو تستوي هي لو في زيادة بير زينة بلانش طارق أنا افتكرت شغلة هنا وشو همبرجر ويا بصل ويا جبن تاكلها تدعي هذا يسمونه برجر على الفحم يا صلاة أول واحد اخترعها عبد الرحيم كيف عبد الرحيم؟ عبد الرحيم تقدر علينا لو سيد ناصر بتاكل أصابع أي أصابع أخوه مورك طيبة لا فلزين علشان وبتزيد هذا بعد لو سمحت ما فيها طعم اي تدري يعني واش خالي لا لا تحول هلو ترى مو زحفة مو زحفة هذا هلو هذي تخدم في هني وواحد ثاني يسألني بعد احطهم في الصحن اقول لي عادل عمري احطهم في الصحن اولعكم حركات اولعكم من هو ده المشاهدين لو الشعب الاردني ها لا مشاهدين كانوا طبعا
وطبعا الاولويه للبحرين لاهلنا في البحرين طبعا لان في البحرين هم عقبوه من بدت الحق بس الشعب الاردني والشعب الاردني لانه واثق بالشعب البحريني وواثق بالشعب الاردني انزل لو اجيت راح احط الاردني ما دام واثق في الاثنين لان الاردني برا يعني لابد اوصل سلامي لي اول يعني هم اخواننا والبحرينيين انفسهم اهلنا حبيبي تفاحتي لي صور البيضة جالسه قلبه بس احلى والله بس استوت ريحتها عصيده اخو طلع لك الشيك اليوم بس مو ايش بس رحيم لا ما بتحطها يا ربي انا اول مره اكل كذي عمري ما اكلت انا ما احب امدح نفسي كذي ليش اول مره تطبق كذي لان هذه ميره شوف الله يخرب الله بلا قال اسالكم عن دواء كورونا ترى شوفوا هلا انتم غلطانين تعطونا استغلال لا يعطونا الاطماس انا اعرف رد تقول 100% دوب خلص اصبحت بس لك ابو هاشم اثر على حلوه مشي لك مارسي اسالك بالله عجبتك شكلك اقرب للرشوفه ولا العصيده؟ للرشوفه سألني ليش؟ ليش؟ انت شفت عصيدة فيها بيض؟ بس فرق البيض والبيض انت اصلا البيض مو ملحنه ولا حاط فيه فلفل اسود قليته بدون شيء بس ما احطهم فيه تخيل انت رشوفه فيها ملح زين كم تعطيني؟ للعصيدة لو رشوفه لو البيض للرشوفه للرشوفه لان طعم هذا الرشاد والبيض مبينها عاطنها لمسه رشوف فقريبه للرشوفه وكم؟ إذا هالرشوفه تبقى جارك أيوة. الباب بالباب يعني لو اعطيتك صفر دي جيران احنا ونعيش يا جيران حبايب بس بعد تختلف شوي يعني ابو تساعد جارك خمسه ونص اداهي بشكل اقل واحد اداهي للرشوفه لا في عندك غيره اداهي للرشوفه اداهي للعصيده سته ونص لانه اعتبر ان انت ابتكرت البيض في العصيده اذا بينهم طبخه ناكلها تمام قيمني بين الطوابخ اللي جبتهم أعطيك السادس لو السابع الحين على أحسن من أحمد باسم وأحسن من سيد علوي وأحسن من سيد محمد لا سيد محمد أفضل منه السمات أفضل من السمات على عبد القادر لا بيبين أفضل من على عبد القادر شوف سيد أمين وعلى عبد القادر وسيد محمد أفضل منه قلت السابع مولانا على عبد القادر أفضل من عبد الرحيم شوي أنا أطالب جمهور الأسطرلاب كيف بترفع لي هذا او تاخذ جمهورك البحريني لا الاردنيين كلهم اوكي رحيم وش قال لنا المدلل يا المدلل لا هذه طبخه المدلل انا اوعدكم اذا زيتون مشاركاتكم بنعطيكم اياها طبعا انا اقولها اليوم بعد قلتها وكل مره اقولها المصور والمنتج والمخرج يقصصونها ما ادري وش عندهم اياها المدلل هو في امان لا تحقق ابو رياض تحدي من عند اخوك عبد الرحيم الك انت اتمنى يوصل اتحداك تجي محل اهلي وتطوفني امبيو من عندك حبيبي سلام نرحب بعبد الرحيم البربري لا حبيبي البار انا لازم شوي اسمه في الخميس ضيف الحلقه مقدم وش بديلك أصول من أصول برباري أصول ها والله العظيم إذا قعدت تحط هالسؤال براري اللي حضروا وأبهروني في التعليقات في قناة الأردن حلقة جيب وجهك من مجهد جبل جيب أجيب وجهي مني الله لا لا مو كذي باقي شوف ما قلتك تعال سكتو شارك هذا كنت لا تصورني دبة تبين ما تبين دبة بس لهني ما عاد بقولك بسو عليك